معايا على التليفون نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق كابتن عفت نصار. كابتن عفت مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي، استاذ اخبارك شباب، ايه يا انت كابتن؟ اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير. الله كله يخليك يا تمام. حبيبي. النهارده الاهلي بيدي للزمالك فرصه مهمه جدا لتعويض فارق النقاط يا كابتن وتصدر الدوري بالاهداف بكره لو كسب الاسماعيلي. ان شاء الله، بس عايز اقول لك على حاجه، ان كل فرق الدوري هيبقى عندها تعثرات، لان المستويات متقاربه جدا، تمام. مفيش فرقه عاليه قوي ومفيش فرقه واطيه قوي، كل سوري في كلمه الواطيه يعني مفيش قليله فرقه شويه. قليله في المستوى يعني، مفيش فرقه قليله في او المستوى، متراجعه يعني، او مفيش حد مستواه عالي قوي، مفيش تميز يعني. في التميز كل الفرق، لان احنا لغايه دلوقتي احنا برضو ما عندناش الكوره اللي المرجو ان احنا نشوفها، او حتى شفنا بعضها في كاس العالم اللي فات. ما بقاش عندنا يا كابتن اللعيبه اللي تعمل فوارق دلوقتي، والله صح؟ المنظومه كلها، مش اللعيبه اللي تعمل فوارق بس، لا المنظومه، حتى التحكيم، حتى التحكيم عليه كروس كبير قوي، لان الـ 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 نفس الاخطاء بتتفاوت او بتتحسب بتتكرر لحد عادي وما بتتحسبش لحد، ونفس التعامل. يعني النهارده في لعيب بيزق ابراهيم نور الدين من ظهره وبيشوح له ومش قادر يديله انذار، مع العلم لو اي لعيب من الفرقه الثانيه كان عمل الكلام ده كان خد انذار. الكره البنالتي عليها ما هو برضه يا تعقبات، كابتن الفرقه الثانيه لما صفر الكابتن ابراهيم نور الدين في نهايه الماتش وراحوا عليه ما اداش انذار برضه. حقهم لا ما اداش حقهم. انذار برضه، انا اقصد ان طب هو ما انا برضه ما لا، هي مش موضوع انذار، هو موضوع دي ان انا مرتبطه ان انا بالشخصيه يا كابتن، شخصيه الحكم مع اي شخص حد لازم يعني، يبقى هو حاسم. كابتن ابراهيم نور الدين بقى هو اللي مكتوب عليه يتضرب في البطوله العربيه، يتضرب في الدوري، يتزق، يتشلح، خد بالك الكلام ده. الكابتن ابراهيم نور الدين الحكم الدولي الاول في مصر حبيبي كمان، وصاحبي واخويا، انا بتكلم ما دلوقتي اقصدش، ما هو بديك على انعكاس يا كابتن بقى على المستوى بتاعنا. ما هو بالظبط، انا بتكلم بقى دلوقتي على المفروض ان الراجل ده اكتسب خبرات كبيره جدا، مش كل كوره يرجع فيها للفار، مش كل كوره الفار بيتلكك عايز يحسب اي حاجه لفرقه وفرقه لا تانية. وبتكلم الكلام ده برضو على الزمالك، يعني مش كل كوره للفرق اللي هي الكبيره دي تتعاد علشان يقولوا فيها، والفرق التانية لا لا، في اهلي حاجات وزمالك تحديدا يا كابتن، اهلي وزمالك، والاهلي اخص شويه، الاهلي لا عنده بس النهارده الاهلي له بنالتي ما اتحسبش بتاع معالي معلول مثلا. لا مش بنالتي ابدا، لان بص حضرتك، هي انا اسف ان احنا مش مطلعين على القوانين. كان معايا في كابتن قانون، جهاد جريشه في اول الحلقه يا كابتن، ايوه، وقال لك فخد في فخد علي معلول مع سردباك بتاع بص سيراميكا. انا عايز بس اقول للكابتن، انا اتفرجت على الحلقه، انا انت عارف انا من متابعينك يعني، ده يشرفنا يا كابتن. انا اللي بتكلم عليه، بتكلم ان في قوانين في التحكيم كل يوم بتطلع، واحنا للاسف احنا محلك سر، احنا بتوع القديم كله، احنا ناقص يجيبوا لنا الكوره اللي منقطه ابيض واسود دي ونلعب بيها بس، عشان نقول ان احنا بنلعب لسه كوره متخلفه قديمه، انما هي الكوره الحاجه الوحيده اللي هي حديثه في الملاعب دلوقتي، باستثناء استاد القاهره وكم ملعب تاني ملاعب، انما لا عندنا تصوير كويس، لا عندنا اخراج كويس، لا عندنا تحكيم كويس، لا عندنا لعيبه سوبر نقول ان احنا نوصل كاس عالم او نعمل اي حاجه. المنظومه محتاجه تتعاد دلوقتي. الناس حتى المسؤولين عن الكوره في مصر ابتدوا دلوقتي يخشوا في حاجات تانية، يعمل لك اكاديميات، يقول لك هيطلعوا كام لعيب ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي هم وكلام كله بيعملوه ده؟ انشا وورق مفيش نتائج يعني. مفيش اي حاجه. مشروع الالف محترف طلع منه فلوس قد كده وبعد كده خلاص الموضوع خلص. يا طب كابتن الفلوس انا راحت بقول فين؟ لحضرتك الله ده اعلم. وصل انه من يأس حتى الدوله بقى في مشروع كابيتانو بتعمله المتحده الاعلام مع الوزاره، من كتر ما انت الناس حاسه ان مفيش حد بيطلع ومفيش احتراف ولا حد هيطلع. الموضوع مش كده، الموضوع ان يبقى في اهل الاختصاص، مش انا اجيب كام واحد مدرب قاعدين ما بيشتغلوش، تعالوا يا جماعه نعمل كذا. طب خلاص، طب المفروض ان في منظومه، اقول 1 2 3 4 لغايه الاخر، وتخطيط وشغل ونتائج مستهدفه. انما والله هي حاجه كويسه جدا ان وزاره الشباب والرياضه او المنظومه اللي هي المسؤوله عن الكوره الشركه بتشغل المدربين، المتحده الحمد معاهم. لله. بتشغل المدربين الحمد لله، دي حاجه كويسه الحمد لله. ما هو كابتن، ما هو خد بالك، ما انت الدوله قررت هي اللي تنقب عن المواهب المدفونه دلوقتي في الكوره والنجوع في كل حته، مع ان ده شغل المفترض اولي الامر اللي هو طيب اتحاد الكوره والمناطق بتاعه اتحاد الكوره ولا كل ده ينفع. طيب انا اسف،
المفروض ان انا ابدا من البراعم، انت ابدا من البراعم. هل دلوقتي انت بتختار اللعيب بناء على ايه؟ هل عملت اللعيب ده تحليل علشان تشوف 1 2 3 4؟ هل دلوقتي اللعيب ده الهيكل الجسماني بتاعه هيشتغل؟ هل اللعيب ده انا امنت له دلوقتي سكن هيسكن فيه، ولا هجيبه كل اسبوعين وثلاث اسابيع مره لغايه ما يبقاش فيه فلوس خلاص سلام عليكم وعليكم السلام والموضوع انتهى؟ مش المفروض ان انا بحط برنامج 1 2 3 4 5 10 20 لغايه ما اقول انا وصلت للمرحله دي؟ يا كابتن الاتحاد ما بقاش فاضل الكلام ده يا كابتن، ولا اي حد فاضل الكلام ده للأسف. خلينا في الكوره في اللي احنا بنشوفها دي الكفر اللي احنا بنتفرج عليه. طب انت شايف الزمالك بكره يا كابتن عنده قدره مع تولي ميدو؟ خد بالك ده هيعمل دافع نفسي اكيد ومعنوي كبير للاسماعيلي. طول عمر كأول مباراه لمدرب جديد، يعني طول عمر الزمالك كبير والاسماعيلي كبير والفرقتين بيقدموا كوره حلوه في كل مبارياتهم، يعتبر ديربي. انما الزمالك ليه الافضليه في كل الحالات، الزمالك ليه الافضليه دلوقتي، فريق بينافس، فريق بطل سنتين متتاليين، فريق عنده دوافع كتير، فريق عنده مدرب محنك رغم بعض الاختلافات البسيطة جدا الفترة اللي فاتت، فريق دلوقتي مستقر ماديا على ما أسمع من السوشيال ميديا، فريق دلوقتي عنده الدوافع، عنده مراكز كتير جدا متميزة إلى حد ما، فالزمالك ليه الأفضلية. الوضع في الجدول ملوش دعوة بالمباراة خالص، الوضع في الجدول حاجة تانية. يبقى في حماس لميدو وحماس للاعبي الإسماعيلي اللي هم مش محتاجين حماس، لأن الفرقتين عندهم جماهير يحركوا الجبل زي ما بيقولوا. إنما برضو جماهير الزمالك والإسماعيلي ليها برضو الـ 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 يعني الـ البداية بتاعت أو المشاركة بتاعت اللعيبة اللي بتخلي اللعيبة يبقى عندها حماس في الملعب. إنما لعيبة الزمالك عندها الدوافع الأكتر من الإسماعيلي إن هم يكسبوا المباراة بكرة. تتوقع يا كابتن المكسب يحصل والزمالك يتصدر الدوري؟ إن شاء الله إن شاء الله. يفرق نفسيا ومعنويا؟ طبعا مع حبي واحترامي لفرقة الإسماعيلي وفرقة المصري. إنما أنا بقول إن الزمالك ليه الأفضلية بكرة، والمباراة مش صعبة قوي ومش سهلة. لو لعبت الزمالك خدوها بكل الجدية اللي واخدين بيها المباريات اللي هم بيكسبوا فيها بشكل كويس، الزمالك هيكسب مكسب كمان كويس. كابتن عفت أنا بشكرك شكرا جزيلا.